اي حد يجي عليا اباصي، يعني لازم يبقى في تحركات. وبعدين هي الاخطاء دي اتكررت في 3 ماتشات ورا بعض، فطبعا اكيد هتسيب واقع يعني عند الجهاز الفني انه يخلي باله منها يعني. طبعا طبعا. طيب وبعدين زي ما احنا اتفقنا كمان ان دي ماتشات يعني تعتبر الى حد ما، رغم ان احنا بنقول يعني راي كبسه العاوي انه ممكن الاول يبقى فارق عن الثاني وممكن يبقى كلامه مظبوط. طيب انا 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 عايز برضه اقول حاجه يعني وجهه نظري، يعني انه مع نهايات الدوري لازم يكون في حكام اجانب من دور قبل النهائي. يعني انا بقول ليه النهارده، يعني معلش اداء التحكيم يعني اداء التحكيم لا يرقى ابدا لمستوى الفني في الفرقتين. انا ما بقولش ان الحكام يعني عندهم يعني الحكام يعني مصريين بخير وكل حاجه، ولكن ما بيتحملوش الضغوط. فالنهارده معلش انا يعني شايف انه انت بتجيب في الفاينلز، ولكن لا انت محتاج من قبل النهائي، قبل النهائي بقى مباراه جامده. الزمالك النهارده على فكره كابتن ياسر مش لازم حكام اجانب، يعني ما انت في بروتوكول مع بلاد كتيره ممكن تجيب من بلاد قريبه يعني. بس هو يعني جرى العرف ان اللي بيقدر يعني او اللي جه مصر هنا وسدوا جامد وعدوا المباريات من اوروبا انت ممكن تجيب حد مثلا من اسيا مختلف عن لعبك وبتاع، انما اوروبا انت هتجيب النهارده حكام من اوروبا. انا يعني ناس خبراتهم يعني اعلى نظري منك، وجهه نظري انه لازم يجي قبل النهائي. انت عندك قبل النهائي بقى جامد طبعا، يعني انت النهارده هتصطدم بالزمالك في قبل النهائي والاتحاد هيصطدم بالجزيره برضو قبل النهائي، مش سهل. لا 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 الجزيره فرقه برضو دلوقتي او سبورتنج. فالنهارده احنا بنتكلم ان سبورتنج عامل دوري 10-10 بصراحه السنه دي. النهارده يعني احنا شايفين ان الفرقتين عماله تتكلم مع الحكم كلام كتير جدا. بص يا كابتن الحكم هو بص يا كابتن اصله، طب احنا ليه ما بنتكلمش عن الحكم الاجنبي؟ الحكم الاجنبي صفرته بتديك حقك وزياده وما بيستمنتظرش وما بيفوتش. يعني انا بص يا كابتن لو الحكم الاجنبي جه عمل نفس الكلام هتلاقي اعتراضات برضه. انا بصفرتي اللعيب بيحس، ما بيضعفش نفسه كمان، واللعيب بيحس يا كابتن. احنا كنا نحس الحكم ده مسيطر وفاهم وعارف ولا لعيب ما لعبهاش ولا حكم ما لعبهاش. ما هو في حكام بيفوت عليهم حاجات بحس انه ما لعبش باسكت. انا بعمل حاجه في الملعب، هو اللعيبه مش سهله برضه، ما لعيبه منتخبات. فالنهارده لما بتلاقي لعيب صفرت الحكم انا بعرف لا ده انت كده تمام، انت ما خدتش اللعيبه التقال بتقرا الحكم من صفرته يعني زي ما بتقرا المدربين. وكان في مدرب يقول لك كده يعني بالظبط، كان في مدرب يقول لك كده العب على صفاره الحكم، شوف بيصفر على ايه بالظبط. انا اول حاجه صح ما ايوه يعني طب النهارده انت ده ذكاء برضه، نوع من ذكاء ملعب، قرايه ملعب ده برضه. النهارده الحكم كابتن العوي كان احسن واحد يقرا الحكام، استاذ هداف لوس انجلوس يا كابتن كان بينيمه والاجانب كمان. بس اللي عايز اقوله يا كابتن انه الحكم لازم يكون. فالنهارده انا الموضوع ما هو انت كده كده بتجيب في الفاينلز البيست اوف 5 الاخيره، هات في السيمي فاينل، لان بالمنظر ده كده لا يبقى في اخطاء تحكيميه كتير جدا، وهنبقى نقعد بقى في ايه في دوامه كبيره. ولكن النهارده الفرق بتقوي نفسها، الزمالك بقى فرقه كويسه، الجزيره بقى فرقه كويسه، سبورتنج بقى فرقه كويسه كويس. وخليني انا برضو يا كابتن فرسان حي النهارده سبورتنج الامانه على المستوى اللي بيقدوه مع كابتن اشرف توفيق المدير الفني السابق للنادي الاهلي. بامانه لا عامل فرقه محترمه جدا، وكابتن اشرف توفيق معظم صغيرين يعني وكمان كابتن اشرف بامانه من المدربين لازم يديله حقه، انه من المدربين اللي بتنجح بيستطيع انه ينجح وهو خارج جدران النادي الاهلي. يعني النهارده يعني في مدربين يعني كتير ممكن تمرن بره النادي الاهلي ما تبقاش بنفس الكفاءه، لان طبعا النادي الاهلي بيوفر لك وبيدي لك وبيعمل لك. كابتن اشرف توفيق سبحان الله يروح سموحه ينجح، يروح سبورتنج ينجح، سبورتنج 1 نجح، سبورتنج 2 نجح، سموحه راح، يعني قصدي اقول الجيش جيش نجح في الجيش. هو كابتن اشرف توفيق برضه يعني قامه كبيره ولازم نحييه من هنا كابن من ابناء النادي الاهلي صراحه. طبعا طبعا يعني خلينا نتكلم بكل امان. بس خلينا نرجع لمباراتنا. سعيد يا كابتن مبسوط بالمباراه يعني النهارده يعني لا شايف بص انا سعيد بالثالث والرابع، مش سعيد بالاول والثاني بصراحه صحيح. لان الثالث والرابع ده هو ده المستوى الحقيقي بصرف النظر عن الاصابات صح. يعني كل فريق بيتعرض للاصابات في وقت من ما، بس انت يعني طالع مش زعلان يعني يعني مش زي ماتش الزمالك مش يعني الاداء خلاك شويه راضي راضي. بس اللي يعني الحاجه الوحيده اللي بتخلي الواحد يعني شويه ان لا احنا احسن، لا احنا منصه التتويج دي بقينا خلاص اتعودنا عليها وبقينا وداخلين على بطوله صعبه كاس كاس مصر لا بطوله البال صعبه التصفيات بس معاك 4 جانب ايوه او حاجه معلش يعني برضو انا لسه النادي الاهلي ما اعلنش، بس احنا بنقول ان معاك هيبقى معاك محترفين اكيد يعني لسه محترف واحد حصل بس الحمد لله الحمد لله الدنيا كويسه خلاص. احنا كده انتهينا الحمد لله من الاستوديو النهارده يا كباتن، بشكركم
طبعا يعني كان احنا بنشكرك على ورمضان كريم وان شاء الله الجايات خير ان شاء الله. نورتنا يا كابتن سلام. شكرا كابتن هيثم. كابتن طاهر نورتني وشرفتني. الله يخليك ده انت اللي منور ومشرفنا بتغطيتك الجميله بتاع القناه فعلا يعني من اقوى التغطيات في القنوات الرياضيه اعتقد اعلى نسبه مشاهده يا كابتن ده مكانكم واحنا وانتم الابطال واحنا الحقيقه يعني بنحاول نبين ونطلع من عند حضراتكم النواحي الفنيه الكبيره اللي احنا بنستفاد منها. بشكركم يا كباتن، بشكر اعزائي المشاهدين، بشكركم شكرا جزيلا، وانتظرونا في جوله جديده مع الافضل.